في لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من نواب مجلس الشيوخ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تأهيل المدرسين لتحسين جودة التعليم. التعليم مسؤولية مجتمعية، مسؤولية الثلاثة، مسؤولية ولي الأمر، مسؤولية المعلم، مسؤولية الطالب. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم اهتمام بالغ بالعمليات التعليمية مثلها مثل محور الصحة. الواقع النهاردة تحدثنا عن بعض الطلبات. أنا كان ليا كلمة خاصة بذوي الهمم أو أطفال التوحد بصفة خاصة. كان في قرار معالي الوزير 252 لسنة 2017 بدمج الأطفال من ذوي التوحد إلى المدارس. طلبت النهارده بتفعيل هذا القرار. مهم قوي بالنسبه لتطوير قضايا التعليم في الوقت الحالي ان احنا عندنا عمليه تاهيل المدرسين وعمليه اللجان التقييم اللي بتقيم. احنا بنقول ان يجب ان تكون كليه التربيه هي المعيار اللي بتحدد المعايير المطلوبه للمدرس المؤهل.